السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شو اخباركم؟ ان شاء الله طيبين. اشتقنا لكم، سوينا فلوق سعد يتحكم فينا يوم كامل، وسوينا الدحوم هو اللي يتحكم فينا. اوكي، المرة هذه مين؟ عبد الله. والله يستر، انا طبعا مالي يوم، انا يعني انت تدفع لنا وتمشي، انا المؤدب. ها طيب، مستعدين؟ مستعدين. ان شاء الله. لا مستعدين والله، اني خايف. لا لا صراحه انا بسوي يعني عادل. طيب بنعد لين ثلاثه، بس قبل ما نبدا لا تنسون زر لايك واشتراك في القناه تكفون. بعد لين ثلاثه ويبدا عبد الله يتحكم في يومنا. واحد واحد اثنين ثلاثه. يعني اشوف واحد يتكلم يا وين، اشوف واحد يتكلم يا وين. السلام عليكم. هذا انا ناوي اشتري شيء، هذا مو ماخذ. اوف ايوه، انا ناوي اجي. السلام عليكم. انا كويس سعد. لا كويس سعد، كويس بس انت الحمد لله. طيب الان اطلب اي طلب، يلا اي شيء تبيه. انا ما هذا قاهرك يا اخي، سوي له شيء، انا مالي دخل. ابيك انت تسوق. سعود يجلس هنا ويرتاح. وابيك انت تسوق. طيب سويت انا ايش اسوي له؟ سكر الباب. ودي ادحد والله. تعال هو قال لي سكر الباب. ايه افتح لي الباب. تذكر تعال هنا واعلمك الصح. طيب يلا تعال سوق. والله لا اسكت بس. عبد الله اليوم راح كفو. تعال والله تعال تعال. ايوه اربط الحزام. يلا 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 انسحب. يلا يلا اسحب زين. اقول لك انا استراحه والله. والله يسوي نفسه ترى. والله اقول لك بربط. يلا عبد الله والله انك كفو. رد عليه. بس انا ناوي لك شيء. سويت؟ اي لا لا تستنى سوالف يعني. ايي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 ي
الامور زينه. والله يا عبد الله هذا افضل طلب. شيك وقفت. شيك وقفت كذا النظام. تبون هنا زين شباب؟ كذا النظام. تبون هنا؟ سعد ما زال يسوق فينا، وش تبي؟ ابي محل حلا لبق يمين اشوف. والله سواق ممتاز يا اخي انت. ها؟ كنك تقولها كذا. بس لحظة لحظة. إذا دخلنا ورجعنا سعيد اللي يسوق. إيه إيه. إيه. لحظة لحظة كذا. ايه ايش النظام؟ انا دخل طبعا والله شكلها يودي بس تستانسون تستانسون يعني كلكم تاكلون معنا سوى سعد. سبحان الله خليه يفرح وخليه يسعد. وش سوى؟ سوى يعني بدون سعد ما ياكل سعد. سوى يا شباب انزل بس لحظة بخليك تطلع تتمشى معنا بس. ما عبد الله عاد نشتري؟ ابي باخذ نوعين من هذه ثلاثة أنا وأنت ودحوم. دحوم شعورك؟ والله مرحان أكيد. هلا هلا والله والله بالحلا. أحب المناظر اللي زي كذا. يا سلام. أنا ما أدري أنا وش سويت. أنت والله إنك وش اسمه؟ أرن وش طالبين؟ طالبين أشياء حلوة. أنا قلت لك تمش بس عاد أنت. شوف إيش طلبنا. والله والله. هلا بالحلا. يلا يا شباب بسم الله سموا بسم الله ها؟ بسم الله. والله يا بعض الناس. ها هلا والله يا بعض الناس تبي فراوله شيء تبيها كذا النظام تبيها كذا النظام يا وسعد اتفاقات تذكرت الشاورما عشان تعرفون اني مسكين تذكرت الشاورما الحاره ها طيب والله انا قاعد ملك اكبر طب جابين نجرب واخر واخر قاعد ادحهم بس اطحهم والله هذا مو بيوم والله يا سعد والله والله, والله يا سعد سوى فيك حركة صراحة لحظة لحظة ترى مو بهو هذا أنت والله ما قلت شيء والله صراحة صراحة الرمان ما عندي طعم شوف والله ما توقعت تسويها ها ذكرت تصور من الحارة ذي إيه يسوي فيك مقلب طيب وما طلب يا أخي والله يا سوى فيك مقلب يا عبد الله وتعجبني والله يوم هذا شيء يعني بسيط هذا مو أنت تتحكم في يومنا ساعتك فجل ذا عطى شيء عطى شيء شيء كذا قوي شو يعني خلينا نكمل يومنا لا لا انا شفت الموضوع عجبني بينكم وانا مستفيد انا اكل وساكت اشوفك تاكل وتامر عندي فكره ها بخليه يلبس شيء غريب البس شيء غريب وش البس شيء غريب بس خليني يعني تكفى خليه يلبس خليه يلبس لبس باكستاني الله اخواننا من باكستان تحياتي يلبس باكستاني ها ويروح محل بخاري تكفى تكفى والله فكره تكفى البس لبس باكستاني وبروح محل بخاري عبد الله وش اجلده وشوف اذا جلسنا هناك انا اطلب اللي ابي واسوي اللي ابي يعني اخليه ياكل ولا ما اخليه البس وارد قدام الناس عادي كذا لا باكستاني يلا 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 بس اصبر اصبر فاللي يتابعونا من باكستان يحطوا لايك ها ترى في والله يتابعون باكستان والله يستاهلون والله العيونهم انا بلبس يلا تروح تلبس ها وتجي على طول
واي مكان روح له تكون لابس باكستاني. وبنروح اول محل بروح له محل بخاري. يعني عربي طول ذا المقطع كله لابس باكستاني. انا نشوف اي من قال لك تاكل الحلا حقه لو انك مسالم وما تشتبي انت. والله هذا اكثر واحد صراحه هذا فكره كبيره. اقول اقول اكل الحلا مو بشبعت بس خلاص راح البس باكستاني بس الحين باكل بخاري. يلا راح اقوم. سويت تكفى. الغوار. الله ما تعودت. والله عجبني اللبس. والله ما شاء الله عندهم سروال وسيع ما شاء الله. والله عجبني ودي البس باكستاني تصدق. بس والله يا عبد الله حلو الرد ها؟ الله يرد جميل. اي بس شوف مو بعد انزل معكم كل شيء. الا كل شيء. اول شيء بروح بخاري، ثاني شيء عشان يشوفونك الناس بعد بروح مكان ثاني ناكل فيه البخاري. لا لا ايش رايكم نروح السوق؟ والله مرة. لا لا. طيب خلاص الحين بروح مع البخاري اوكي؟ يلا سعد. حياك الله. كيف الحال شباب؟ تضبطها تكفى ها؟ والله مطعم بخاري. عاد اخوياي ها؟ اي اخوياي. اللي يتكلم زيادة تطلع برا. طيب انا اسف. جيب ربع. والله سفري ولا محلي؟ محلي ولا سفري؟ لا سفري سفري. قاعد ترجم لكم يعني ولا ايش؟ اي ترجم. سفري سفري. ربع شو رايك سفري ولا؟ ايش قال؟ ها؟ ايش قال تو؟ يقول ربع سريع على السريع. حمضيات ها؟ حمضيات اي. حمضيات شباب؟ لا ترى اليوم لي يعني صح كنا خذاه ليش هذا ارض ميدان خليت انت جب جب بس لا لا حمضيات حمضيات عبد الله يلا حمضيات استانس بخاري ها يلا بالبخاري شيل 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 الحين هذه حقتي ولكم ولا وشو وش كلنا هذه لا كلنا يلا يلا عبد الله والله يا اخي والله اني مدلعكم والله والله اني حسيني سريع يلا يا شباب اللي بناكل كيف الحال؟ هلا والله ترى هذا المكان يلعبون فيه بس عاد مو فيهم إيه كنت با ودي عند اخويا إيه وكذا كريكت راحوا انا اعرفهم راحوا ما في اليوم مباراة اليوم ما في شيء طيب نبغى ناكل طال عمرك ها؟ نبغى ناكل مشكلة وتجلسون على الارض؟ اي ما في مشكلة انا ما عندي مشكلة معليش بس فرشنا هنا اي صح يومك والله يعني ترى ما كنا يومي والله معليش والله صح عمر عمر يلا يلا يا سلام على الجلسة والله معليش وشو بس والله مريح يعني مريح اللبس تسوي كذا عادي تدخل بثلاث رجول تسوي كذا عادي يلا يلا بسم الله سموا 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 تعالكم تحمستوا انتم ما تقولون يومي انا وسعد اللي بناكل ما تشوف هذه الصغرى شنو ذا والله تاخذ نفرين في هلا والله احبوا علينا اوريك والله يجيني يوم ثاني شو جيت تخلص يومك انت بسم الله كيف الحال الحمد لله والله انك مهضوض والله مهضوض يلا 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 عطا والله مع الغروب ما في شيء بسم الله ما في شيء والله بالعافيه بالعافيه والله يا عبد الله مدلع انت كذا سعد صرت الحين ايه والله يحسب انك ما قال وشو كيف سعد يعني مدلعك كذا والله مدلعني صراحه واللبس اصلا مريح يعني ما شاء الله يعني انا لو داري داري من زمان تفضل خذ اللي فوق لا لا سكره وادخل السياره شكرا ماني بيزعل والله سووها خلونا في السياره بالله اوريكم اياهم شوفوا ها سكر الدريشه ليش ازعاج شوي روح 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 ما في شيء ما في شيء ايش فيه؟ مخ وين انت مخ؟ وين مخ؟ ما بسوي شيء والله سك سك. يا اخي ما خلصتوا والله خلاص والله يا لذيذ والله يا اخي خلاص يا اخي طفشنا نفسيا وش الحين الامر؟ ها؟ وش الحين بنروح؟ ما يا صاحب اليوم والله وش تبي؟ ما ادري احس وجهي ايه البخاري سعود شغل السيارة لا تعال نلحاش شغل نلحاش الحاجة خليهم والله بهذلتنا انت عبد الله ما خليتنا ناكل ليش يا اخي بسم بالله اني خايف انا الحين ليه بينزلني الحين السوق ومدري وش انا ودي الصراحه بس رحمتك كنت بسويها بس رحمت والله ارحمك معطيك بخاري مدلعك موكلك حمد ربك الحمد لله بس عارف ناوين لا والله ترى ايش كنت بسوي له خليه يمشي رجليه وفي البيت اسمع اسمع وش رايك انت الحين تلتفت لدحوم انا صح دحوم ايه التفت له اليوم ترى فضول اكتب ساكت عشان كذا تكفى يا عبد الله التفت له روح عطى امر عطى امر وصلنا للبقاله عبد الله يقول نبغى البقاله انا ابي البقاله ليه لاني بشتري دحوم شيء ما يبيه هذا يتجول متحمس لا لا تكفى تكفى ايش تشتري تكفى تكفى عبد الله
بشتري دحوم شيء ما يحبه وبخلي سعد اللي يجيبه. اوه تكفى سعد، سعد ايش بدك؟ لا يلا ابو سعد اشتري له عصير طماط. لا 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 تكفى. اوه عصير طماط كويس هذا والله، والله مفيد ها. كويس افتح لك الحين بعد. ها عاد انت تتحكم باليوم الشريره. عاد ترى توني ادلع نفسي الصراحه. توك تدلع نفسك والله بالاشياء. توني ما انتصبت والله. دحوم اخال مش عصير طماط. لا والله عصير طماط. وين وين وين؟ تعال تعال تعال. ايش شاري انت؟ ممتاز لو في الصبح مع الكيكه. رجع 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 يلا رجع رجع. هذا لنا كلنا رجع. والله هو على كيف يتحكم. رجع شكله صدق عشان اعطيته ابو خالي. كافي سروالي طويل وذا. بالله يا شباب رجع يلا. قال لك رجع رجع. ما قصرت انا. وش قصرت؟ رجع بس. بلا وش وش ما اخذ له. وانت ايش معك؟ انا معي والله عصير طماط. عصير طماط ولا اقول لك استاذ الاغراض بناخذ تستاهل. بس ايش لسعود مخيسه ترى والله مخيسه. وش ما حس طعمه حلو. كورن فليكس ذا ولا وش؟ هذه يلا يلا على الكاشير. يا عبد الله رحمته من اللبس كذا. تعال اصبر اصبر. يلا يلا خلاص اركب اركب. خلاص اركب ايه. يلا يا شباب والله ذا اليوم بهدلنا فيه. ها؟ تبهدلنا فيه؟ اه بسم الله. خلاص انتهينا اليوم صح؟ خلاص اذا جاء المغرب خلاص. اذا جاء المغرب يوقف. بس انا اهم شيء تلذذت. والله انت بعدين عصير طماط. انتقام انتقام. مو انتقام هذا مع السطر وكذا ويمين فعتاب طقت واحد كذا وكذا. بس ها يعني ترى عذبني يعني يومنا في يوم. اي والله يوم يومك تراك انت بعد بهذلتنا. سويت الى هنا وصلنا نهايه الفلوق. والله كان تحكم جميل هذا والله بهذلنا. انتهينا صح؟ اي خلاص الحمد ربك. ان شاء الله عجبكم. لا تنسون زر اللايك والاشتراك في القناه. نشوفكم ان شاء الله في الفلوق الجاي. مع السلامه. السلام عليكم.